40,000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا جعل بريطانيا هي الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بحسب البيانات الجديدة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية. وتثير الأرقام الجديدة المزيد من الأسئلة حول تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الأزمة. وتأتي هذه بيانات بعد كشف جونسون النقابة عن خطة تدريجية لإعادة بريطانيا إلى العمل، لكنها تسببت في حالة من الإرباك، فقد اختار قادة الحكومات المحلية في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ألا يتزحزحوا عن إبقاء الإغلاق، مؤكدين بأن النصيحة التي قدمها جونسون تنطبق فقط على إنجلترا، وطلب الناس الاستمرار في البقاء في المنازل. وقد رسمت البيانات الجديدة أيضا صورة قاتمة للوضع في دور رعاية المسنين، والتي تمثل في إنجلترا وويلز ثلث جميع حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا. وظهر الارتباك واضحا في مجلس العموم على رئيس الوزراء بعد انتقاده من قبل زعيم المعارضة كير ستارمر، الذي أشار إلى رسائل ضبابية أرسلتها حكومة جونسون لعامة الناس بأنها ستجري اختبارات لكبار السن والمخالطين بعد خروجهم من العزل الصحي، وطلبه بتصحيح الخطأ. وترى الأحزاب المعارضة أن رئيس الوزراء كان بطيئا جدا في فرض الإغلاق وإجراء الاختبارات الجماعية، وأيضا بطيئا جدا في توفير ما يكفي من معدات الحماية في المستشفيات. وفي مارس الماضي قال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا إن إبقاء الوفيات دون 20,000 حالة وفاة سيكون نتيجة جيدة، لكن حالات الوفاة بالفعل أصبحت ضعف هذا الرقم.